السندات المقتناة لتاريخ الاستحقاق، وتصنف السندات كسندات مقتناة لتاريخ الاستحقاق إذا كان لدى المنشأة النية والمقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لتلك السندات فهي على النحو التالي: يتم إثباتها بتكلفة الاقتناء، وهي عبارة عن سعر الشراء مضافا إليه جميع النفقات المرتبطة بالشراء. أيضا يتم استرداد القيمة الإسمية لهذه السندات في نهاية فترة الاستحقاق، وأيضا يتم الحصول على فائدة دورية بمعدل إسمي محدد مقدما، وقد يتم شراء تلك السندات بعلاوة شراء أو بخصم شراء، ويكون الشراء بعلاوة شراء عندما يكون معدل الفائدة الإسمي المحدد مقدما على هذه السندات أكبر من معدل الفائدة السائد في السوق، بينما يكون الشراء بخصم شراء عندما يكون معدل الفائدة الإسمي المحدد مقدما على تلك السندات أقل من المعدل أو من معدل الفائدة السائد في السوق، ويتم إثبات الشراء بالقيمة الإسمية أو بالتكلفة. مثال: لو افترضنا أنه في 1/5/25 قامت منشأة الفلاح بشراء سندات من شركة النصر قيمتها الإسمية 100,000 ريال، وتحمل معدل فائدة 12%، تدفع الفائدة كل 6 أشهر، أي في 1/1/17، وقد بلغ سعر الشراء 105,000 ريال، وذلك بالإضافة إلى الفوائد المستحقة. المطلوب إثبات قيد إثبات السندات في دفاتر منشأة الفلاح. توضيح العملية: الشكل التالي يوضح أن هذه تاريخ شراء السندات وهو في 1/5، كما يوضح الشكل تاريخ استحقاق الفائدة في 1/1/17. إذن في تاريخ الشراء تقوم منشأة الفلاح بسداد ثمن الشراء وقدره كما هو في بيانات التمرين 105,000 ريال، وهو عبارة عن 100,000 ريال القيمة الإسمية و 5,000 ريال علاوة الشراء، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة لمنشأة النصر عن الفترة من 1/1 وحتى 1/5، والتي تحسب على النحو التالي: 100,000 ريال القيمة الإسمية في 12% معدل الفائدة في 4/12 الفترة من 1/1 وحتى 1/5، إذن الفائدة المستحقة عبارة عن 4,000 ريال. ومعنى هذا أن تكلفة الشراء أو تكلفة الاقتناء التي تتحملها منشأة الفلاح تتمثل في القيمة الإسمية زائد علاوة الشراء زائد الفوائد المستحقة لشركة النصر، أي 100,000 ريال زائد 5 زائد 4، المجموع 109,000 ريال. السؤال هنا: كيف يتم إثبات تكلفة الشراء في دفاتر منشأة الفلاح يوم 1/5، أي في تاريخ الشراء؟ يلاحظ أن الفوائد التي تدفعها شركة الفلاح لشركة النصر لا تعد أصلا من تكلفة الاقتناء، وذلك لأن منشأة الفلاح سوف تقوم بتحصيل الفائدة من الشركة المصدرة للسندات يوم 1/7 وهو تاريخ استحقاق الفائدة، وبالتالي تعد الفوائد التي تمثل إيراد لمنشأة الفلاح والفائدة من 1/5 حتى 1/7. الطريقة الأولى: إثباتها بالقيمة الإسمية. في هذه الحالة تجعل حساب الاستثمارات في السندات مدينا بالقيمة الإسمية 100,000، وعلاوة شراء السندات مدينة ب5، والفوائد المستحقة مدينة ب4، وحساب النقدية دائنا ب109,000 ريال. لو استخدمنا الطريقة الثانية وهو إثباتها بتكلفة الحصول عليها، يجعل حساب الاستثمارات في السندات مدينا ب105,000، حساب الفوائد المستحقة مدينا ب4، وحساب النقدية دائنا ب109,000 ريال. مثال آخر: بفرض نفس البيانات في المثال السابق، عدا أنه منشأة الفلاح قامت بشراء السندات السابقة بمبلغ 97,000 ريال، والمطلوب إثبات السندات في دفاتر منشأة الفلاح وفقا لطريقتي الإثبات، أي إثباتها بالقيمة الإسمية وإثباتها بتكلفة الحصول عليها. في هذه الحالة القيمة الإسمية للسندات 100,000 ريال،
خصم شراء السندات هنا الفرق بين القيمة الإسمية والثمن 97,000 ريال، أي أن خصم شراء السندات 3,000 ريال. الفوائد المستحقة لشركة النصر والسابق حسابها 4,000 ريال. في هذه الحالة الإثبات بالقيمة الإسمية يكون على النحو التالي: يجعل حساب الاستثمارات في السندات مدينا ب 100,000 ريال وهي القيمة الإسمية، والفوائد المستحقة مدينة بأربعة، مذكورين الجانب الدائن 101,000 حساب النقدية وهو المبلغ المدفوع في السندات عبارة عن 97,000 زائد الفوائد أربعة، وأيضا حساب خصم شراء السندات دائنا بمقدار 3,000 ريال. أما في حالة الإثبات بالطريقة الثانية بالتكلفة، يكون القيد على النحو التالي: حساب الاستثمارات مدينا ب 97,000 ريال استثمارات في السندات، وحساب الفوائد المستحقة مدينا ب 4,000 ريال، وحساب النقدية دائنا ب 101,000 ريال.